اسمع وركز معي جيدا، إن رضيت عنك أمك رضي عنك ربك، وإن سخطت عليك أمك سخط عليك ربك. أمك التي لا يشبهها في الوجود أحد، الأم كالعمر لا تتكرر مرتين. صدق من قال كل البيوت مظلمة حتى تستيقظ الأم، وصدق أيضا من قال لا يوجد في العالم وسادة مخدة أنعم من حضن الأم. الأم إذا غضبت على ولدها تدعو عليه، لكن تكره من يقول آمين لأن الدعاء ليس من قلبها. اسمع وركز معي جيدا يا من تقدم امرأتك على حساب أمك، اسمع يا من تدخل بكيس الفاكهة في الخفاء وتركب على السلم على أطراف أصابعك حتى لا تأخذ منك أمك عنقود عنب أو علبة زبادي. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لو خيرت أمك بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. يا حبيبي، زوجتك ليست باب من أبواب الجنة، وإنما أمك هي باب من أبواب الجنة. أمك لن تنساك. أما زوجتك لو مت صغيرا أو طلقتها والله سوف تتزوج عليك وتنساك. يا حبيبي، تحترق 1000 امرأة مقابل أمك. سمعنا عن الذي يضرب أمه من أجل زوجته، قطع الله يديك وأعمى الله عينيك. والله أنا لا أتخيل كيف يشتم الإنسان أمه من أجل زوجته. في الحقيقة نحن في حاجة ماسة لإعادة النظر في علاقاتنا مع أمهاتنا. فيا شباب ويا بنات، اتقوا الله في أمهاتكم. يقول ابن عمر عن الأم: والله لو ألنت لها الكلام وأطعمت لها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. حب من أول حياة وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياة وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي.